أهلا بكم في حلقة اليوم من الحدث المغاربي. في أسبوع نتناول أبرز الأحداث في الجزائر وتونس والمغرب. نبدأ بالجزائر التي يدخل غياب الرئيس بوتفليقة عنها منذ انتقاله للعلاج في مستشفى فالدوغراس العسكري بفرنسا، أسبوعه الرابع في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط في على علاقة بهذا الموضوع. قالت لويزا حنون زعيمة حزب العمال، أو رفضت لويزا حنون الحديث عن السيناريوهات المتوقعة لمرحلة مرض ما بعد مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ووصفت الحديث عن ذلك بسلوك غير الأخلاقي، وأكدت أن السيناريو الوحيد هو عودة الرئيس إلى الجزائر لممارسة مهامه الرئاسية. وفي تصنيف آخر يضع الجزائر في مرتبة متأخرة، ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية اليوم أن تقريرا أمريكيا حول الحكامة الدولية على الموارد المالية صنف الجزائر في مرتبة وصفت بالفشل. معنا بداية عبر الهاتف من الجزائر ياسين بودهان الإعلامي الجزائري. ياسين مرحبا بك. ياسين بودهان أرجو أنك تسمعني. نعم أنا معك أخي جمال، مساء الخير. مساء النور. أجريت في اليوم مع لويزا حنون زعيمة حزب العمال حوارا في الشرق الأوسط، نشر اليوم، حوارا عناوينه يعني ربما أفضل وصف لها هي سوريالية. لويزا حنون مثلا في العنوان الرئيس تقول ندافع عن بوتفليقة ضد الضغوط التي يمارسها أوباما وهولاند، وتقول أنه ليس من الأخلاق الحديث عن ولاية رئاسية رابعة من عدمها بسبب طبعا الوضع الصحي للرئيس. يعني التقيت لويزا حنون وحاورتها، هل هي مقتنعة؟ يعني هل بدا لك من البودي لانجوج كما يقول التعبير الإنجليزي، يعني من إشاراتها من كلامها أنها مقتنعة مما تقول أنها تدافع عن بوتفليقة ضد الضغوط التي يمارسها الرئيس الفرنسي والرئيس الأمريكي؟ نعم أخي جمال، شكرا لك ومساء الخير لك ولكل جمهور قناة المغاربية. بخصوص الحوار مع الأمين العام لحزب العمال، هي تطرقت العديد من المواضيع، ومن أهم المواضيع ما تعلق بقضية ساحة الرئيس بوتفليقة والضبابية التي يعني تألوف هذا الملف. لويزا حنون أشارت إلى أن هذا الملف يعني ليس غامض، وأن يعني رئاسة الجمهورية زودت المواطنين بالمعلومات من خلال بيانها المتعلق بساحة الرئيس، وهي يعني علقت على يعني تصريحات مختلف الأحزاب السياسية المعارضة حول يعني مطالبتها بتطبيق المادة 88 من الدستور، على أن يعني هذه الدعوات هي دعوات ليست أخلاقية، وكما على هؤلاء أن ينتظروا عودة الرئيس أو على الأقل لأن تعود ساحة الرئيس كما كانت، بعد ذلك الحديث عن سيناريوهات ما بعد مرحلة الرئيس بوتفليقة. وبخصوص سؤالك، يعني من خلال حديثي مع لويزا حنون استشف ان يعني هي مقتنعه تماما بهذه التوجهات وبهذه الافكار، والدليل على ذلك هي ردها على سؤال بخصوص قناعاتها او امكانيه ترشحها لانتخابات 2014، بحيث كان رد لويزا حنون بان هذا الامر هو قرار سياسي متعلق بما سيكون في 2014، وهي توقعت او قالت ان يعني قد يكون هناك تدخل خارجي على الجزائر، وبالتالي ستكون الاولويه لمحاربه الاعتداء على او العدوان خارج على الجزائر. كما ان يعني لويزا حنون اعتذر، كما ان لويزا حنون يعني في كل صريحاتها خلال الفترات الاخيره هي تركز على مساله الاعتداء الأجنبي أو المؤامرة الخارجية، وهي مؤمنة تمام الإيمان بهذه النظرية. لذلك طيب يعني رغم أن يعني نعم هي مؤمنة بهذا التوجه. نعم، رغم أنه طبعا وأنت في الحوار أمامي أنا يعني أقرأ عناوين مثلا تمسك الجزائر بسيادتها وحرية قرارها مسألة لا تطاق بالنسبة للأمريكيين، وأنه أزمة الرهائن أين من الناس كانت مبرمجة. سنأتي ربما إلى أزمة الرهائن، ولكن في موضوع الولايات المتحدة طبعا هي تتمسك بأن أمريكا تحضر جنودها في إسبانيا، وتعتقد مقتنعة تماما بهذا الموضوع، رغم أنه الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية
نفى ذلك يعني، وحتى بدا ما انتقادات لها وحتى ردت عليه. يعني هل هي مقتنعة إلى هذا الحد؟ يعني ألا تبدو ملكية أكثر من الملك؟ ألا تبدو يعني مزايدة حتى على السلطة؟ السلطة لا تعتقد، لا تؤمن بهذا، بالعكس وترى بأنها علاقتها مع أمريكا على 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 سمن على عسل يعني. نعم تفضل ياسين. نعم، من بين يعني الأسباب التي قلت بأنها يعني تؤكد قناعة السيد حنين بهذا بهذا بهذه الفكرة هي حديثها مجددة عن القاعدة الأمريكية بمحافظة جنوب جنوب إسبانيا، وقالت بأن هذه القاعدة أو نقل حوالي 500 جندي من المارينز إلى هذه المنطقة هي مستهدفة منها الجزائر مباشرة. وقالت ردنا على هذا السؤال أن يعني أمريكا لها قواعد أخرى بالمنطقة، ويمكن لأمريكا استعمال هؤلاء الجنود للتدخل في سواء في تونس أو في ليبيا أو في مناطق غرب إفريقيا التي يعني هي كلها يعني أو أغلبها في منظمة الإكواس، وهي شركة على الحرب في مالي. إذن هذا الأمر يؤكد قناعة مفادها أن لويزا حنون مؤمنة بهذا الشكل بشكل طيب، ولكن أصحاب المعنيين بالأمر هؤلاء المسؤولون الجزائريون ليسوا مقتنعين، يعني لماذا هذا الإصرار؟ لماذا هذه الملكية أكثر من الملك؟ نعم رغم أن يعني الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أكد أن هذا الأمر غير صحيح، والناطق باسم البنطاغون يعني قال بأن هذا الأمر هذه الوحدة مستهدفة للتدخل في ليبيا. لكن أعتقد أن لويزا حنون مؤخرا تمارس نوعا جديدا من العمل الحزبي، فهي تريد أن تحافظ على مصالحها مع النظام، وفي الوقت نفسه تمارس المعارضة أي مشكلة أصلا من الوسط. فهي تسند الرئيس كرئيس الدولة ضد التهديدات الخارجية التي تقول بها، وفي نفس الوقت تهاجم يعني وزرائه الذين عينهم بنفسه، وتبرر ذلك بأن هؤلاء الوزراء يعني تم فرضهم على الرئيس من طرف هذه الجهات الأجنبية. إذن حنون تمارس دورة أو تمارس عمل حزبي جديد، يعني تريد أن تعارض بتخويف يعني تبرر دعم الرئيس بالتهديدات الخارجية، وبالمقابل تمارس معارضة ب يعني انتقادات وزرائه. طيب، ولكن عندما تتحدث عن التهديد الأمريكي، بالعكس هناك جماعة يعني يبدو أنه السلطات الجزائرية الحكومة الجزائرية والمسؤولون الجزائري والأمريكيون يعني سمن على عسل، يعني التصريحات علنا يقولون ذلك، وهناك تنسيق حتى أمني ويتم نشره والافتخار به في هذا الموضوع. ألا يبدو غريبا هكذا؟ نعم هكذا تصريح هذا الأمر يعني أعتقد أنه عيب أنه يعني مزايد، لأن العلاقات الأمريكية الجزائرية خاصة مع المستوى الأمني هناك تنسيق كبير في مستوى يعني مكافحة خاصة الإرهاب، هناك تبادل خبرات، وهناك تبادل يعني خاصة في مجال تكوين قيادات الجيش في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي اعتقد ان هذا يعني لا مبرر له، وهو يعني امر غير صحيح. لويزا تقول ايضا في الحوار الذي اجريته انت مع ياسين بانه ازمه رهائن عينه من الناس كانت مبرمجه ورساله موجهه للسلطات الجزائريه من قبل القوى الامبرياليه بسبب معارضتها التدخل العسكري في ليبيا ومالي، ولكن السلطات الجزائريه مثلا في مالي مثلا صحيفة مجلة فرنسية تكشف بأنه السلطات الجزائرية مولت بالوقود القوات الفرنسية مثلا، ثم الجزائر سمحت، وهناك جدل، هناك من يقول الرئيس وخلاف حول هذا الموضوع، سمحوا بسلطات الجزائرية سمحت، وأعلن هذا وزير الخارجية الفرنسي بالطيران الفرنسي بمرور بعبور الأجواء الجزائرية. ألا يبدو غريبا هذا الموقف كذلك في لويزا حنون، يعني غير مستساغ، لا يبتلع مثلا؟ نعم، هي يعني تبرر الموقف الأمريكي أو هذه النظرة بأن يعني أمريكا غير راضية على السياسة الخارجية للجزائر، وبأن الجزائر يعني ترفض تدخل في قراراتها، وبأن يعني العملية الإرهابية التي نفذت في تينغتورين هي عملية مستهدفة من أجل إجبار الجزائر على مراجعة قراراتها السيادية، وتلك القرارات المتعلقة يعني برفضها
تدخل خارجي في ليبيا، تدخل عسكري في ليبيا وتدخل عسكري في مالي، وأن الجزائر ترفض أن تكون باكستان المنطقة من خلال المشاركة في الحرب عن طريق تمويلها، وترفض الجزائر أن تكون قطر في تمويلها للحروب التي وصفتها بالحروب القذرة، وذلك تعليقا على ما يحدث في دول الربيع العربي. طيب، من ايضا ربما من العناوين المثيره والتي ربما الكثير من الجزائريين قد يقولوا يعني بالتعبير الشعبي الجزائري يعني تحبس الراس فعلا يعني. نعم. تقول ويزع النون وزير الطاقه السابق شكيب خليل ليس محسوبا على الرئيس بل على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي لانه خبير دولي وفرض على الجزائر خلال الولايه الاولى للرئيس، يعني الرئيس لا علاقه له، شكيب ليس محسوبا عليه، لم يبقى لعشر سنوات وزيرا للطاقة لا يحسب على الرئيس، فرض على بوتفليقة فرضا من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يعني نعم كما قلت لك اخي جمال، يعني تمارس نوع جديد من عمل الحزب كما قلت لك، هي تعارض وزراء عينهم الرئيس على مدار يعني 3 عهدات وبالمقابل تساند الرئيس، يعني هذا امر غير مبرر وغير منطقي. كيف يتم دعم الرئيس وبالمقابل يتم انتقاد وزرائه الذين عينهم به هو بنفسه؟ وانا اعتقد انه يعني امر غير مبرر وامر غير منطقي ان يتم فرض هؤلاء، وبالمقابل يعني يستمروا على عمل لمدار 3 عهدات، ومؤخرا تاتي اسماءهم في قضايا فساد، وهذه القضايا لا اعتقد انه يعني المنظمات الدوليه التي تامر هؤلاء بالقيام بهذه العمليات المتعلقه بالفساد. سؤال اخير ياسين بودهان، طبعا انت اعلامي جزائري تتعامل مع صحف ومجلات، تراسل صحف ومجلات ومواقع عربيه، ومن الصحفيين الشباب الناشطين الصاعدين، وطبعا حلنا نناقش اليوم احداث الاسبوع في الجزائر، ومن بين احداث هذا الاسبوع حدث اعلامي فوز صحفي جزائري والزميل عثمان الاحياني بجائزه افضل موضوع سياسي في الصحافه العربيه في دبي، وهو طبعا ضيف مشارك دائم معنا، نحييه ونتمنى له التوفيق، و يعني هذه الجائزه طبعا ايضا جائزه للصحافه الجزائريه والصحافه المغاربيه، وموضوعه كان الذي فاز به كان موضوعا مغاربيا عن السلفيه في تونس. ماذا يمكن ان تقول في الاخير حول هذا الحدث؟ في اعتقادي ايضا حدث اعلامي يسجل في الجزائر، يعني يسجل الصحافه الجزائريه الجاده. نعم اخي جمال، في البدايه نبارك للزميل عثمان الحياني هذا التتويج، والزميل عثمان في الحقيقه بدون مجامله من الاقلام الصحفيه الجاده في الجزائر من خلال طرحها او متابعتها الصحفيه. والحقيقه ان هذا التتويج له عده دلالات، لان الفوز في مسابقه شاركتها نحو 4000 عمل صحفي عن كل الفئات ونحو 500 مقاله في فئه الصحافه السياسيه، اعتقد انه امر ليس بالهين، خاصه فئه المقالات السياسيه التي تتطلب بشكل خاص عمق في التحليل من خلال الاطلاع الواسع وعمق الموضوع. واللافت للانتباه في هذه المساله ان يعني الزميل عثمان تقدم بموضوع عالج فيه ظاهره السلفيه في بلد غير بلد الجزائر، وعني بذلك تونس، وهذا يدل على ان الزميل عثمان له اطلاع واسع على ما يدور في البلد الجار. واللافت ايضا في هذه النقطه ان ظاهره السلفيه في تونس ظاهره لا نقول عنها انها جديده، لكنها كانت غير بارزه لاسباب سياسيه معروفه. لكن الزميل تمكن من فك طلاسم هذه الظاهره وحل الغادية، وهذا دليل على ان يعني رجال الاعلام في الجزائر لهم الكفاءه اللازمه في صناعه اعلام جاد ومسؤول. ياسين، لو وفرت لهم الظروف المناسبه لاداء هذه المهنه. ياسين بودهان الاعلامي الجزائري، شكرا جزيلا لك، ونكرر تهانينا لزميل عثمان الحياني، وهو كان ضيفا دائما في هذا البرنامج وبرامج اخرى في المغاربيه. تهانينا عثمان الحياني إلى الجزائر دائما، ومن الجزائر دائما ينضم إلينا الآن عبر الهاتف جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة. سيد بن عبد السلام، مرحبا بك. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، ربما تابعت ربما النقاش، ربما اطلعت على هذا الحوار، لهذا التصريح للويزع النون لصحيفة الشرق الأوسط، تقول ندافع عن بوتفليقة ضد الضغوط التي يمارسها أوباما وهولندا، وأنه ليس من الأخلاق الحديث عن ولاية رئاسية رابعة للرئيس ولا حتى عن صحته، بالعكس كان ربما، خاصة الصحافة الجزائرية نقلت أيضا تصريحا هذا الأسبوع لها
كان يبدو موجها خاصة لكم كإسلاميين، يعني على الإسلاميين أنه ليس من الإسلام الخوض في صحة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، اسمحوا لي أن أتوجه لكم بالتحية فأقول لكم السلام عليكم وشكرا على هذه الاستضافة، ومن خلالكم أتوجه إلى كل مشاهدي قناة المغاربية بالتحية. ولن أقول أنه في الجزائر فيه من الأبواق التي تخصصت الآن بعدما أفلست سياسيا، والتي كانت تشد في تلبيب الإسلاميين، ولما تمت يعني قضاء الحاجة باسم الدعم الإسلاميين والمصالحة الوطنية في مرحلة ما، أصبحوا الآن كلفوا أنفسهم بالناطقين الرسميين باسم الرئيس وباسم ساحة الرئيس وبالمدافعين عن الرئيس ومن النواحين حول الرئيس. هؤلاء الأشخاص الذين تخصصوا في هذا المجال الآن وأصبحوا ناطقين رسميين بدون مراسيم رئاسية، أولى لهم أن يسكتوا، لأن الوضع في الجزائر ومن حق كل الأحزاب الجزائرية ومن حق كل الشخصيات الوطنية ومن حق كل وسائل الإعلام الوطنية أن تتكلم حول وضعية صحة الرئيس وحول ما يجري في البلاد من فساد، وأن استعمال فزاعة التهديد الخارجي والضغط الخارجي. نحن نذكر هؤلاء أن من فتح مجال جونا أو أجوائنا للطائرة الفرنسية لتقنبل جيراننا في مالي والنيجر، في مالي خصوصا في المدة الأخيرة، هي هذه السلطة، لأن هذه السلطة هي التي سمحت للطائرات التي كانت تقنبل فينا في أثناء الثورة التحريرية، هي التي فتحت مجال أجوائنا لهؤلاء الغربيين ولهؤلاء الصليبيين. وبالتالي يعني محاولة استعمال الفزاعات والمفرقعات والمخاطر الخارجية لا يمكن، رغم وجود هذه المخاطر ووجود هذه التآمر ووجود هذه المحاولات التدخل في شؤوننا الداخلية من طرف القوى الغربية الاستعمارية، لكن لا يمكن لهذه الأمور أن تغطي على أخطاء وفساد وتعفن وعجز وشلل النظام السياسي في الجزائر، الذي يستدعي ليس فقط النقد والتنديد بممارساته وأخطائه، وإنما يستدعي مبادرات وطنية لتغيير هذا النظام وإحلال مكان نظام سياسي يحرص على حماية السيادة الوطنية من تدخل هؤلاء وأولئك، ويعيد للشعب الجزائري كرامته وحريته وحقوقه التي هضمها هذا النظام السياسي. طيب، ولكن ربما الحديث أيضا قد ربما ترد سيدة لويزا حلون، أيضا تقول بأنه أنتم أيضا قد تتهم بأنها أصبحت لا ناطقة باسم الرئيس، ولكن هي تقول بالعكس أيضا أنه قد تصف أن هناك البعض أيضا بالانتهازية السياسية، استغل الأوضاع ويتحدث الآن عن صحة الرئيس ولا يريد حتى ترشحه، ونصب نفسه ربما ناطقا باسم الجزائريين وهو ليس كذلك. والله أولا الحديث عن صحة الرئيس هذا شأن أصبح عام، والرئيس مريض وهو غائب عن الساحة وغائب عن وسائل الإعلام، وإن كنا كمسلمين ومن واجب الأخوة ندعو الله له بالشفاء العاجل، ولكن أقول أن ليس فقط الرئيس هو المريض وبالتالي هو الغائب، فيه نظام غائب عن قيادة البلاد. هذا النظام الآن ليس في مستوى قيادة شعب بمستوى الشعب الجزائري والدولة بمستوى قارة كما الجزائر، وبالتالي هذا النظام الآن أصبحت عوراته مكشوفة وعجزه واضح والانسداد على كل المستويات، وفيه فراغ في السلطة ليس من المرض الأخير الرئيس الأخير وإنما منذ مدة يعني، والنظام الآن غائب عن يعني عن قيادة الجزائر قيادة راشدة وحكيمة وتمكن هذا الشعب من أن يحقق طموحاته وتطلعاته. وبالتالي الكلام عن صحة الرئيس وانتقاد النظام هذا أول أمور سياسية والرئيس شخصية عمومية. أما الموضوع الانتهازية
فالذي عاش الانتهازية هو الذي انتقل من التمسك بالإسلاميين أثناء قوة الجبهة الإسلامية الإنقاذ، لما كانت أصوات الإسلاميين توصل للبرلمان وتوصل للمواقع الأمامية في مؤسسات المنتخبة، ثم انتقل ليمدح بالخادم وحزب جبهة التحرير في تحالف واضح، ثم انتقل إلى أحضان حزب الأرندي، والآن لم يعد يكتفي بحزب الأرندي وحزب الأفلام، وأصبح يهاجم الإسلاميين. ولكن ربما الذي يستمع إليك مثلا أصحاب اللحى بالطالبان والمتحجبات بأصحاب الكف. طيب، ولكن ربما الذي يستمع إليك سيد جمال بن عبد السلام مثلا من العائلات المخطوفين مثلا الذين كانوا يتظاهرون، كانت تدعمهم لويزة حنون حينها، يقولون أنه في تلك الفترة كانت مثلا لويزة حنون صوتها مرفوع يعني ضد هذه المظالم مثلا، في وقت كان الإسلاميون مثلا بين قوسين المعارضون صوتهم خافت، وأن لويزة حنون كانت شجاعة وتتحدث، وربما الآن هي مقتنعة تقول أن الرئيس بوتفليقة جاء بالسلم وأرسل مصالحة الوطنية. أولا هذه أكذوبة تاريخية. أنا كنت في حركة النهضة وثم في حركة الإصلاح، فقد حملنا ملفات المظلومين والمعتدى على حقوقهم في كل المستويات. نعم فيه نوع من الإبراز الإعلامي لجهة ما على حساب التيار الإسلامي، وأنت تعرف هذه الحقيقة في الجزائر أن فيه يعني الآن أصحاب الحظوة الإعلامية في الإعلام الرسمي وأصحاب المضايق عليهم والمكبلين من أمثالنا، يعني هذه حقيقة إحناها، فقد عشنا التضييق والتهميش، وقد يعني إحنا الآن ممنوعين الآن اللحظة التي أكلمك التلفزيون الجزائري لا يغطي نشاطات مجموعة العشرة المعارضة، وفيه في هذا الأمر معلومات اللي عندي في إعاز بأن التلفزيون لا يغطي، لكن هذا على مستوى يعني قضيت، وقد حملنا الملفات ونظلنا من أجلها ودفعنا بكل ما نملك. ثم أن القول بأن بوتفليقة قد جاء بقانون السلم والمصالحة الوطنية وعالج ملفات الأزمة، أنا أقولها الآن أمام كل المشاهدين أن قانون السلم والمصالحة الوطنية هو حبل المشنقة الذي خنق روح المصالحة الوطنية في الجزائر. فكل ملفات إذا استثنينا يعني إنزال المسلحين من الجبال وما يسمى بالجيش الإسلامي الإنقاذ وبعض المجموعات التي كانت تدور في فلكه، فباقي الملفات الأزمة ملفات المأساة الوطنية ما زالت تنزف دماءها من المعتقلين إلى المسجونين إلى المفصولين من وظائفهم إلى المفقودين إلى السياسيين إلى كل يعني إلى العسكريين الذين أصيبوا بجراح في المواجهات، إلى الشرطة الذين أصيبوا بجراح وبإعاقات، إلى حتى الحرس البلدي الذي كان يعني من القوى التي اعتمد عليها النظام آنذاك في محاربة الإرهاب، إلى المقاومون يعني، ولا ملف تحل باستثناء نزول المسلحين من الجبال. طيب، فإذا المطلوب أن الرئيس بوتفليقة كل ما قام به هو أنه وفر الغطاء السياسي والقانوني لاتفاق الهدنة بين الجيش الوطني الشعبي والجيش الإسلامي للإنقاذ، وباقي الملفات تحتاج إلى إجراءات وإلى استكمال إجراءات المصالحة الوطنية الحقيقية التي نتطلع إليها كلنا كجزائريين. طيب، تعيد المظالم إلى أهلها وتعيد الحقوق إلى أهلها وتعالج الملفات وتطوي الجراح والمآسي التي عشناها في الجزائر، وهذا ما زلنا نناضل من أجله بما أتينا من قوة وبما أتينا من أفكار وقوة اقتراح وقوة طرح. أما من تكلمت عنه فهؤلاء قد غيروا مواقعهم بانتهازية واضحة منذ الجبهة الإسلامية قادمة يومنا هذا. طيب، في الأخير سيد، ولست أدري في أي حزب سيرتمون غدا يعني. طيب، ولكن على ذكر الحزب، يقال أنت كنت تشير إلى النظام، هناك من يقول النظام والفشل في الجزائر والمسؤول عن هذا الفشل والتخبط في الجزائر، هناك من يقول بأن المعارضة الأحزاب الطبقة السياسية المعارضة هي ربما الوجه الآخر من عملة هذا الفشل إن صح التعبير، وأنتم من هذه المعارضة طبعا. أولا لابد أن نعرف أن النظام السياسي في الجزائر بعد انتخابات 91 احنا حطيناها انتخابات وحبس الانتخابات وحبس المسار الديمقراطي، لكن بالنسبة لي قراءتي أن النظام دارها مخبر
وصبر للآراء عارف هذا النظام من خلاله من خلال هذه الانتخابات أنه فقد مصداقيته عند الشعب الجزائري. ومن تلك اللحظة إلى يومنا هذا النظام قام بعدة عمليات في مخابره تتمثل في تكسير المعارضة وتفكيكها، المعارضة بكل أنواعها إسلامية وطنية ديمقراطية علمانية إلى غير ذلك. ثم فكك الشعب الجزائري الآن، الشعب الجزائري مفكك وظلل الجيل الجديد وأبعده عن الاهتمام عن الشأن السياسي. وبعد 11 سنة و 12 سنة من غلق المجال السياسي من طرف بوتفليقة منذ مجيئه في 99 إلى يومنا هذا إلى يعني 2012 أين تم اعتماد الأحزاب الجزائرية، انتقل هذا النظام من غلق المجال السياسي في وجه الطبقة السياسية الجزائرية إلى تعويم وتمييع الساحة السياسية بكثير من الأحزاب الجديدة التي هي لم تكن في نهاية المطاف إلا لجان مساندة ومطبلة ومزمرة لهذا النظام ولكل عاش مات الملك عاش الملك. والآن انتقل في الانتخابات المحلية الأخيرة والتشريعية الأخيرة إلى تعفين الساحة السياسية بالمال الوسيخ بالتزوير المفضوح بالفساد الذي طال كل شيء ومس أيضا مما يعني من الجهات التي مسها هي الساحة السياسية. ولكن احنا بإمكاناتنا الضئيلة والمتواضعة في هذا الجو المتعفن نسعى إلى إبراز معارضة وبناء طبقة سياسية معارضة وطنية مسؤولة متوازنة وجريئة وصاحبة مبادئ، وهذا ما قمنا به في مجموعة الأحزاب تاع الذاكرة والدفاع عن السيادة. وبالمناسبة نحن الآن أنا أخاطبك ونحن مجتمعون حول مبادرة سياسية إن شاء الله سنعلن عنها عندما تنضج. جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير ثم نعود لنذهب إلى تونس وإلى المغرب. تتسارع الأحداث، تقرب وقائع، تزاحم التغطيات الإعلامية، يبقى حدث واحد تعتقد أنه مش حدث مهم بالنسبة لك، لم يتحدث عنه أحد. ما هو؟ تحدث عنه، فرغ قلبك. يكفي شرف أن جمعية العلماء المسلمين هذه لها دور كبير في تحرير الجزائر. أيضا في الإمام عبد الحميد بن باديس في حدود نهاية 1913 من المشرق بوصية من شيخه ابن الهندي، وكذلك باتفاق أخلاقي وسياسي واستراتيجي بينه وبين رفيق دربه الإمام الشيخ محمد البشير إبراهيم رحمة الله عليه. جاءت في الحقيقة أولاً استجابة طبيعية لواقع مرحلة، يعني مرحلة الأمة كانت تمر بمرحلة من الضعف بحيث سبق قضاء الإسلام وتصحيح العقائد التي كانت للأسف قد تعرضت إلى الضلال وإلى التضليل. جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لمحة عن تاريخها ووقفة على آثارها ومستقبلها، تغطية خاصة في الأوقات التالية. Thank you.
النصارى بنسبة 80%، أهلها تهجروا بنسبة 95%. ما ضل حدا بالبلد، أسباب الحياة انعدمت، لا مي، لا كهرباء، قذائف وطيران وصواريخ أرض أرض مثل ما أنك شايف. يعني الموضوع ما بقى، يعني ما ضل شيء نحكى فيه وما حكينا، بس نحن متخوفين إنه هلا ما يضربنا كيماوي. وش قالوا في الجورنال؟ برنامج يقرأ ويحلل. وش جابت الصحف الجزائرية خلال الأسبوع؟ وش قالوا في الجورنال؟ برنامج نهضروا فيه بكل حرية دون التعصب لأي اتجاه سياسي. وش قالوا في الجورنال؟ يجيكم كل جمعة في الليل. أهلا بكم مجددا إلى الحدث المغاربي في أسبوع يأتيكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. إلى المغرب، حيث ما زال قرار انسحاب حزب الاستقلال الحليف الإسلاميين في الحكومة المغربية، والذي اتخذ قبل نحو أسبوع وخلق أزمة سياسية، موقوف التنفيذ في انتظار تدخل الملك، مع احتمال كبير للجوء إلى تعديل حكومي بدل انتخابات مبكرة حسب ما ورد في الصحف المغربية اليوم. وأيد المجلس الوطني لحزب الاستقلال السبت الماضي بأغلبية أعضائه الانسحاب من الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، ليفتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديل حكومي أو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها. واستجاب حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال لطلب من الملك محمد السادس لإبقاء وزرائه في الحكومة حفاظا على استقرار المؤسسات، حسب ما أورد بيان للحزب في انتظار عودة الملك من زيارة خاصة إلى فرنسا. معنا عبر الهاتف من الرباط الكاتب والإعلامي المغربي بشير الزناقي. سيد بشير الزناقي، الصحف المغربية تتحدث عن إمكانية تعديل حكومي بدل من انتخابات مبكرة، ما هي أصداء هذا الكلام هناك في المغرب؟ الآن هي مجرد تحاليل، لأنه تعامى هناك يعني علامات على أي طريق أو أي سيناريو هو المرجح للتحقيق. لذا يعني لحد الساعة اللجوء إلى الانتخابات المبكرة يعني مجهودا كبيرا، ويمر دائما من سلطة الملك، لأن الدستور يفترض أن يستشير رئيس الحكومة الملكة في هذا الموضوع. إذن يعني كل القرارات وكل السيناريوهات ستمر من سلطة الملك أيضا، وهذا يعني يجعل الاحتمالات واسعة. ولكن الانتخابات غير واردة في تقديري الخاص، لأنه يعني ستتطلب مجهودا كبيرا من طرف الدولة، ويعني كذلك يعني ستكون فتحا على المجهول، لأنه الواقع السياسي الآن لا يؤدي إلى لا إدانة حزب عدالة والتنمية، لأنه ليس من المنتظر أن يفقد الانتخابات مثلا، ولكن كذلك لا يعني أن موقعه سيتعزز، لأن إشكالية الانتخابات في المغرب هو عدم شعبية الحزب الكبيرة والرهان على المشاركة وعدم المشاركة ومواقف يعني الأحزاب المختلفة ورؤية المواطن إليها بنوع من الامتعاض. فبالتالي يعني تبدو الانتخابات حلا غير وارد. طيب الكثير في المغرب مبين بشكل خاص في حزب العدالة والتنمية ويحملون سيد حميد شباط رئيس حزب الاستقلال مسؤولية هذا الوضع. والواقع أن هناك عدد من المفارقات يجب أن نضعها وزن لفهم الوضعية. فالاستقلال وحزب الاستقلال هو رئيس الأغلبية السابقة التي كانت تسير الحكومة السابقة، ويعني أصبح حليفا للأغلبية الجديدة التي أقامت يعني خطابها الانتخابي على معارضة السياسة الحكومية السابقة. لماذا؟ لأن حزب العدالة والتنمية حقق
تحمليا في الانتخابات من خلال يعني عدد هائل من المقاعد حصل عليها، ولكن يعني في المقابل لم يفقد حزب الاستقلال من العملية الانتخابية هي مقاعد، بل تقريبا ظل في نفس المستوى الذي كان عليه سابقا. وبالتالي هناك انتخابات لم تجري في المغرب انتخابات حاسبت حزب الاستقلال على سياسته، هذا لم يحصل، يجب أن نعترف بهذا. ليس للتأكيد على أنه كانت لعبة نظيفة أم لا، ولكن لأن اللعبة في حد ذاتها لم تكن لها لم يكن لها معنى منطقي. على كل حال لم تعطي يعني طريقا جديدا للسياسي في البلاد. وبالنسبة للمواطنين العاديين يعني يتساءلون كيف لهذا الحزب الذي ظل يعني في الحكومة منذ سنة 1962 يتحمل المسؤوليات المتعاقبة تقريبا بدون انقطاع، يعني يستمر الآن ويظل على كل حال قاعدة قوية في المجال السياسي. ويعني الانطباع لدى المواطنين العاديين كذلك هو أن هذا حزب يعني هو حزب الزبونية والمال في الانتخابات بشكل متميز. إذن هناك فرقات. والسؤال الثالث هو كيف يعني لحزب العدالة والتنمية أن يدخل في تحالف مع لتشكيل حكومته؟ هذا أول تنازل أخر وقد حدث منذ البداية. من ناحية الأخلاقية ليس هناك مبرر لكي يكون حزب العدالة والتنمية الذي ادعى لنفسه صورة النقي الطاهر الذي سيوظف الحياة العامة في المغرب يعني بهذه الطريقة تحالف مع أطراف لا مصداقية لها، وفي نهاية المطاف أو عن قصد أو عن شيء فتح الباب أمام خصومه للطعن المتواصل في كل السياسات، لأن قراراته سواء الاقتصادية في الإعلام في الميزانية كلها تطرقت للطعن من المعارضة، ولكن من داخله كذلك من داخل الأغلبية كذلك. طيب وطبعا الاتهامات الموجهة أيضا والكلام أيضا أنه مثلا خاصة في الحكومة وحتى في تعليقات بعض الصحف المغربية أنه هذا عدم الاستقرار السياسي الآن يؤثر على وضع اقتصادي مغربي أصلا هش يعني. يعني في جميع الحالات يعني الاستقرار السياسي هو مقولة في المغرب تبدو لي نوعا ما مبالغ فيها، لأنه يعني أهم مكونات الخطاب يعني الذي اعتمده العدالة والتنمية عند مجيئه للسلطة كان غير مبني على مشروع يعني اجتماعي واقتصادي أو مشروع يعني بكل المواصفات، وإنما كان مبنيا على يعني أساسا. وحتى المواطنين لم يصوتوا على العموم على هذا الحزب حين صوتوا لفائدته على قاعدة المشروع، لكن يعني كانوا يميلون لخطابه الذي ينتقد سياسة الجارية ويعتمد في ذلك على الشعبوية. نفس الشيء استعمل في الماضي من طرف حزب أخرى وبها وصلوا إلى السلطة، أي أننا نعيش في خطابات يعني فارغة في الواقع. طيب. يعني تعمل على طعن في مكونات الواقع، ولكن بسعرية الخصوم وفضحهم أكثر من اقتراح مواقف. طيب ماذا عن السيد في المقابل؟ في المقابل ماذا عن السيد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال؟ هل تصريحاته أيضا التي تثير الجدل ليس في المغرب فقط حتى في الجزائر شعبوية يدعو إلى طرد السفير الجزائري والمطالبة بمنطقة بشار وتندوف، هل هي أيضا شعبوية؟ أنا أقول في أن بسيطة يعني بالنسبة لي أن حزب العدالة والتنمية دخل حديثا إلى الميدان السياسي، ولكن كان لنا يعني مسار السياسي على آلة قديمة موجودة في الداخل. أما حزب الاستقلال فهو يعني أصبح مع مرحلة سبق حزبا يعني يعتمد نوعا من المستشفيات التي أصبحت سائدة في الداخل الوطني، وهي عبارة عن أن الابتزاز هو أفضل السبل لتحقيق المكتب، وهذا الابتزاز يمارس مع الفقر كما يمارس بين الأطراف فيما بينهم، وقد عشناها في مصاحبات متعددة
وهذا الخلق أو المسلك السياسي هو خلق مشترك للأسف لدى النخبة التي تتفقط عنها الأزمة القديمة العميقة البنيوية داخل المجتمع الذي لم يستطع المرور إلى الحداثة السياسية وإلى الديمقراطية بصيغها الجديدة الطبيعية المتوقع عارف عليها كونيا. طيب ماذا عن التصريحات أيضا الفزازي ورسالته إلى الرئيس بوتفليقة التي أثارت جدلا، هل هي أيضا ضمن هذا الاستفزاز؟ يعني هذه نوع من الديفيرسيون في السيرية، أنا يعني أكثر من أسئلة إلهاء الرأي العام بأشياء غير جدية. الآن نحن في حاجة إلى وليس هناك في الواقع إشكال على حال كل الظروف يظل وضعه، ولكن يعني الإلهاء يعني كان سنة نخبة للأسف منذ عهد الحسن الثاني، يعني في فترات متلاحقة يجب أن تغطى بعض الأشياء بعملات دعائية حول موضوع أو آخر، وهذا يجري ضمن التركيز القوي، وهذا كذلك يتم تلف في الرأي العام والإعلام و ما يكون علاقات دقيقة. شكرا شكرا جزيلا الكاتب والإعلام المغربي بشير جناقي. للأسف الصوت لم يكن واضحا من المصدر، نعتذر للمشاهدين الكرام. إلى تونس الآن، حيث يبقى ما يسمى بالتحدي السلفي في البلاد عنوانا رئيسا. قد قالت السلطات التونسية أنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح بتنظيم مؤتمر لجماعة أنصار الشريعة السلفية بعد غد الأحد بمدينة القيروان، محذرة في الآن ذاته من أن الدولة لن تسمح بأي تهديد. وكان المتحدث باسم أنصار الشريعة حمل في مؤتمر صحفي الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة مسؤولية أي قطرة دم قد تراق يوم الأحد في القيروان. وكان رئيس حزب النهضة الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي أكد هذا الأسبوع أن الحكومة منعت مؤتمر أنصار الشريعة الذين تحدوا السلطات وقالوا أنهم يتوقعون حضور 40,000 شخص لمؤتمرهم السنوي الثالث بعد غد الأحد بالقيروان. معنا عبر الهاتف من تونس أحمد الكحلاوي الناشط والحقوقي والنقابي التونسي. سيد ناشط، سيد أحمد الكحلاوي، طبعا أنت الناشط السياسي والنقابي والمتابع للمشهد التونسي ليس الآن فقط على عقود طويلة، يبدو أن هناك تحدي جديد هذا الذي أصبح يفرض نفسه في تونس، يعني هذا التحدي السلفي كما يوسف، ما هي قراءتك له مع هذا أنصار الشريعة وهذا التصعيد مع الحكومة؟ يعني نحن الشعب التونسي جزء من أمة، وهذه الظاهرة ليست خاصة بتونس بل هي موجودة في الأقطار العربية والبلدان الإسلامية، ولذلك هي موجودة أيضا في تونس. المهم ليس يعني وجودها أو عدم وجودها، بل المهم هو كيف التعامل، كيف نتعامل مع مثل هذه الظاهرة. يعني أنا في أن هؤلاء الناس هم تونسيون، ولابد إذا من مطالبتهم باعتماد الحوار وترك العنف، لأن أخطر ما يمكن أن يحدث جراء يعني هذه الظاهرة هو ما يمكن أن يعني يذهب إليه هؤلاء من ممارسة العنف. يعني الأمر الأول المطلوب هو المطالبة بعدم ممارسة العنف، وفي مقابل ذلك المطالبة باعتماد الحوار لا سبيل ولا رجالة إلى محاولة فرض نمط مجتمعي على 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 الشعب التونسي وعلى أي يعني جزء من هذه الأمة. اعتماد الحوار في كل ما يتعلق بنمط المجتمع نمط يعني الاقتصاد وايضا الثقافه الى اخره، هذه المسائل كلها تعالج يعني بالحوار، ليس امام هؤلاء الا الحوار. وعلينا طبعا كشعب علينا
عندما الى هؤلاء هم يقولون استمعوا الينا ولا تستمعوا عنا. طيب نحن نستمع اليكم وانتم ايضا عليكم ان تستمعوا الى التونسيين، وليس من حق اقليه ان تفرض منهجها وان تفرض تطورها وان تفرض يعني نمط المجتمع الذي يعني تريد على الشعب التونسي. اذا لا للعنف نعم للحوار. اتمنى يوم الاحد ان لا يعني تتم تجاوزات او تقع احداث. اتمنى ان يعني يعني هؤلاء التونسيون، هم تونسيون طبعا، اتمنى ان يلتزم هؤلاء يعني الحوار والهدوء وعدم اثاره يعني اي شيء من شانه ان يزيد البلد تأزما. نحن الان يعني نعيش وضعا بسبب هؤلاء الذين يوجدون في جبل الشعاندي بين الحدود التونسيه الجزائريه، نحن نعيش وضعا متأزما، نحن نعيش قلقا كبيرا جراء محاولات جر البلد نحو العنف المسلح ومع اغراق محاولة اغراق البلد يعني في صراع مسلح. هذا طبعا كل التونسيين يرفضونه وقد رفضوه في السابق ولن يرفضوه ابدا. اذا المطلوب ان نتعامل مع بالحوار، المطلوب ان يعني هم ايضا يعني يلتزمون بشروط الحوار. ليس من حقهم ان يفرضوا علينا شيء، من حقهم ان نحدث الشعب، من حق الشعب ان يستمع اليهم، ولكن كل ذلك يجب ان يتم عبر الحوار وليس بالعنف. كل شيء مقبول الا العنف. لن يقبل الشعب التونسي اي شيء، اي مظهر، اي ممارسه تؤدي الى بالبلاد الى حاله من العنف لا قدر الله. أحمد الكهلاوي الناشط السياسي والنقابي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من الحدث المغاربي في أسبوع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.